كارول، انت سيدة اعمال، اخترتي مشروع من نوع مختلف، تحكي لي عن هذا المشروع اللي اخترتيه. المشروع اللي اخترناه هو مرتكز على حلو ياباني اسمه موتشي آيس كريم. الموتشي هو العجينة اليابانية معمولة من رز ياباني وبالداخل فيه آيس كريم. ممكن هو موجود باليابان من مئات السنين، وممكن يكون بداخل العجينة أكثر من نوع حلو من الآيس كريم أو الفويكة، بس نحن نقينا يكون الآيس كريم لأنه عم نجيبه على المنطقة وين الطقس، أكيد الآيس كريم دايماً فكرة جيدة لحتى يكون حلو. نحن حبينا أنه يكون كل شيء إنتاج الإمارات، فمن الأول فتحنا معمل بدبي و everything كل شيء مصنع بهيدا البلد، وحتى البراند and everything made in UAE. على اعتبار أنك اخترتي مشروع تجاري والفكرة جديدة، شو هي أهم الصعوبات اللي تواجهتك خلال المشروع؟ أول صعوبة كانت أنه أنا ما كان دراستي أو الخبرة تبعي بالأكل. الخبرة والدراسة تبعي هي بالإدارة الصحية للمستشفيات والمؤسسات الصحية، فكان أول صعوبة هو أنه أتعلم كل شيء عم بعمله من أول وجديد. تاني صعوبة كانت أنه المنتج بحد ذاته منه موجود بالبلد، سو حيلا شركة أو شخص بدنا نفسر له أو بدنا نتعامل معه، نشتري منه فريزر أو نشغله أو شو ما كان، بدنا نقعد نفسر له شو هو المنتج ونقنعه أنه هيدي فكرة جيدة وأنه رح تزبط وأنه بنقدر نعملها بالبلد. فهو كانوا أهم الصعوبات. لكل ست ترغب بأن هي تبدأ بمشروعها وبعدها مترددة، شو بتنصحي؟ بنصحها ما كتير تفكر بمشكلة إذا هي سيدة ولا مش سيدة، تنسى هيدا الموضوع، لأنه وقتها هي تتعامل مع كل المجتمع ومع العالم اللي عم تشتغل معهم كرجل أو امرأة أعمال بغض النظر عن الجندر بتنجح. يعني إذا ما كانت كتير حاطة تركيز على أنه أنا بدي أكون امرأة أعمال، تنجح بالأعمال، تركز على الأعمال بحد ذاتها. بعد مرور سنتين على مشروعك، أنت راضية عن نتائج وين وصلتي؟ أكيد نشكر الله، نتائج كتير جيدة. دبي هو المحل الكتير مناسب لحتى الواحد يبلش فيه فكرة جديدة خاصة بالأكل. أول شيء الإيكونوميك سيستم يعني بيشجع الأفكار والستارتابس الجديدة. أكيد في أشياء بعد بدها تحسين من الطرفين، من المؤسسات الحكومية ومن الشركات، بس دايما في تعاون. يعني نشكر الله البرودكت لقى تجاوب كتير 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 منيح من العالم، فهيدا اللي خلينا ننجح.